من ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة كان معرض الفنون البصرية، واللي كان بيحمل عنوان محمد بكر 60 عاما من السينما، واللي احتفى بالمصور محمد حسين بكر اللي وثق تاريخ السينما المصرية على مدار 60 سنة بصوره الفوتوغرافية. كان من أهم ما يمكن في الفترة دي التصوير الفوتوغرافي، لأن كانوا يبيعوا على الألبوم الخارجي، ياخدوا الألبوم يبيعوا الفيلم على الصور، هو مش هيشيل البوبينات يوريها لهم، بيقول له القصة إيه وبيوري له الصور، بيحس هو صور قد إيه. وده كان بيعمله الله يرحمه عنه الراجل، كان قبل ما يبتدي يعمل يوم تصوير وكان يصور يا فيلمين مع بعض يا ثلاثة مع بعض، ويعمل لهم ألبومات ويسافر يبيع وبصور بس باللبس، ويعمل تمثيل كده عشان ويسافر يبيع الأفلام ويرجع يبتدي الأفلام ويخلص. فهو ده كان ذكي، وكل الأفلام الوالد مصورها له، أنا لحقت في الآخر خالص. وطبعا مدام ليلى أنا لحقت لها الحبيب المجهول صورته لها، والحمد لله كملت وكملت مع الوالد وغيرت ازاي يشوفوا الفيلم الصورة صحية قد ايه. اما ابتدينا الصورة كان بتبقى ثابتة، وانا عايز اعملها صورة حية صحية بتقول حاجة في الحركة من اكشن، فابتديت اغير الكاميرا القديمة، لان كنا بنصور على كاميرا كبيرة وشاسيهات وكده، طبعا ما ينفعش، لان عايز انا الصورة اللي يشوفها يبقى عارف ده فيلم زي زوزو. سعاد حسني كان صديقة اولا جدا، وكان ليها طابع معين وزاويات معينة وأنا فاهمها، وهي حاسة بده، وعشان كده أنا مصور لها أكتر أفلامها، وهي كانت أول ما تخش الفيلم وتمضي تقول لهم محمد بكر اللي يكون موجود. والصورة دي إحنا كنا بنصور فيلم اسمه بابا عايز كده، وده كان في المطار، فقالت عايزة نعمل صور للمعجبين بنفس اللبس، خدتها على جنب وقعدنا عملنا حوالي 30 صورة، ونقينا منهم صورتين، عملت منهم كذا ألف صورة كان بتفرقوا مع المعجبين. الأفلام كمان اللي بحبها قوي طبعا الثلاثية، وفيلم دعاء كرهان. دعاء كرهان تعبنا فيه، وكنا بنصوره في الفيوم من الأستاذ بركات، كان عظيم. وفي أفلام كتير منهم رصاصة لا تزال في جيبي في المعرض هنا، عملت أفلام، عمل أفلام باب الحديد، وعمل أفلام زوزو، وعمل أفلام الثلاثية، عمل أفلام كتير قوي، عمل فيلم السيرك، عمل فيلم النمر الأسود، يعني عامل أفلام كتير قوي موجودة، عامل من سمارة اللي هو أول لقطة أنا صورتها، فهي دي بحتفظ بيها، ده كان سنة 56. وانطلقنا بعد كده، وكان معترض أول ما ابتديت كان الأستاذ حسن الصيفي، هو كان مخرج ومنتج، بس اللي وقفت معايا رحمة الله عليها وصممت اللي أنا اللي أشتغل تحية كاريوكا.